حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدا بالدولار بدءا من الثاني من كانون الثاني لهذا العام، وتشمل الجهات البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية العاملة في العراق ومنظمات المجتمع المدني، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بالدولار. نقلت مصادر صحفية عن البنك المركزي في العراق أن الحوالات الخارجية قد ارتفعت في مزاد تعاملات البنك، وبحسب البنك فقد ارتفعت الحوالات بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 200 ومليون دولار، شمل بيع وشراء الدولار بما يقارب 222 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دولارات أو دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات وبشكل نقدي. انتقد خبراء اقتصاديون خطوة تصدير البضائع الإيرانية إلى العراق بالريال الإيراني، وأكد الخبراء أن التجار الإيرانيين سيبدأون قريبا بالحصول على أثمان بضائعهم المصدرة إلى العراق بالريال الإيراني بدلا من الدينار أو الدولار الأمريكي، مضيفين أن ذلك سيضع علامة استفهام كبيرة بشأن كيفية شراء التجار العراقيين للعملة الإيرانية وما يسببه ذلك من تراجع جديد لقيمة الدينار نظرا للحجم المتواضع جدا من الصادرات العراقية إلى إيران. قالت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية إن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ نحو 11 مليار دولار، وبحسب المؤسسة فإن صادرات إيران من الغاز والكهرباء إلى العراق بلغت 6 مليارات دولار، كما احتل الحديد الخام ومادة الستيل والمواد المصنعة من الحديد القيمة الأعلى من صادرات إيران إلى العراق بنسبة بلغت 23% من مجمل الصادرات، بينما بلغت الصادرات من مواد البلاستيكية 12% ومن الفواكه والخضروات 10%. قال باحثون اقتصاديون إن مصير الأرباح المالية الناتجة عن مساهمة العراق في ملكية شركة هابك لويد الألمانية للشحن البحري مجهولة، وأوضح الباحثون أن هذه الشركة حققت أرباحا ضخمة للعام المالي 2020 أو 2021 و2022 وصلت إلى 20 مليار يورو، مشيرين إلى عدم وجود إعلان أو تقرير مالي حكومي عراقي عن الأرباح المستحصلة منها وأين تذهب، مؤكدين أن الأرباح المستحصلة من الشركة عام 2021 لا تقل عن نصف مليار دولار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.